الرحله هذه راه تجري في ظروف حسنه تحت اشراف السيد ولي ولايه وهران اللي اعطانا كما قلت توصيات خاصه في كل الاجتماعات على الوقوف كما يقول لك قدم وساق ليل ونهار على كما يقول لك للتحكم في هذه كما يقول الرحله هذه ان شاء الله بربي. واعطانا توصيات ثانيه خاصه لابناء السكان الجدد للوقوف على التنقل للتمدرس تاعهم ان شاء الله بربي في هذا الاسبوع اللي بقى لهم من العطله، وحتى بعد الاسبوع اللي بقى لهم نحو شهر ونصف ثاني نوفروا لهم الحافله تاعهم للتمدرس باش ما يوقعش خلل في الدراسه تاعهم ان شاء الله بربي.